مجتمعنا بيخلق قيود كتيرة على البنات، ودايما بيعتبر البنت ضعيفة وعليها قيود كتير في أحلامها وشكل مستقبلها، علشان مجموعة عادات وتقاليد خلقناها بنفسنا لحد ما صدقنا أننا فعلا أقل وأضعف من الطموح والنجاح. أنا أمل عادل، رابعة هندسة الفيوم. في مرحلة الجامعة تسمع ناس كتير جدا بتقول ان الانشطة الطلابية ما هي لانها تضييع للوقت والمجهود، وصادها ناس تانية كتير بتقول انها من اهم الخطوات اللي المفروض تاخدها في حياتك الجامعية. انا بتفق مع الرأي التاني، وده نتيجة لتجربتي في إناكتس من 3 سنين ولحد دلوقتي. إناكتس هي دايرة الطموح الصغيرة اللي بنتدرب فيها قبل ما نتنقل لدايرة المستقبل الكبيرة، اللي بندوس فيها في سوق العمل ومتطلبات ومشاكل اللي لما بتواجهها لأول مرة بتكون صعبة جدا، لكن لما بتكون واجهتها في إناكتس وقفت جنبك بدل الإيد 100 بتعلمك إزاي تحل المشكلة دي، وقتها النجاح بيكون أسهل والخسائر بتكون أقل بكتير. بدأت في أول سنة كHR member وحضرت مع أكتر من تيم. بدأت أفهم بالتدريج يعني إيه ريادة أعمال، يعني إيه تكون قدامك مشكلة وبتخلق منها فرصة وتحولها لمشروع ناجح بيحل المشكلة دي، يعني إيه structure plan finance marketing، يعني إيه يكون ليك impact على نفسك قبل ما يكون على المجتمع حواليك. تاني خطوة في السنة التانية كان Vice Head of HR، وده كان أول قرار المسؤولية بشكل مختلف، قرار إنك مش بس تكون مسؤول عن شغلك، لأ أنت كمان مسؤول عن شغل التيم اللي معاك، مسؤول إنك تساعدهم، مسؤول إنك تحل مشاكلهم، مطلوب منك إنك تكون بتسند زي ما تسندت في أول فترة ليك. في نهاية السنة التانية تيم إناكتس في يوم اتعرض لمجموعة من الصدمات، كان كتير جدا بيقول إن إحنا مش هنقدر نكمل وإن إناكتس في يوم انتهت. وقتها قررت اخد تاني خطوة للمسؤولية في التيم، وقررت ان اترشح كبريزيدنت لإناكتس فيوم، وقد كان. في بداية السنة بدأنا نحدد المشاكل اللي بتواجهنا، وقلنا ان من اهمها ان كل الخبرات اللي في التيم تقريبا اتخرجت، ان كمان مفيش مشاريع قائمة تقدر تكمل معانا، يعني محتاجين نبدأ مشاريع من الصفر، وان الخزنة عندنا مفيهاش فلوس تقدر تبني ده من الاول. كمان كان بقالنا اكتر من سنتين ظهورنا في الجامعه كان ضعيف، فالناس بدات تنسى وجودنا الى حد ما، اضافه لمجموعه مشاكل في السوشيال ميديا ماركتنج عندنا في التيم. كل الصدمات دي اتسببت في ان جزء كبير جدا من التيم مصاب باحباط ومطفي، والنص التاني بيحبطك انك مش تقدر تكمل. بصراحه اي حد عاقل لو بيفكر بمنطقيه كان هيقول ان الدنيا صعب جدا تقوم مره تانيه، ولكن اللي حصل كان العكس. وسط كل الاحباطات دي قدرت الاقي ناس قررت انها تعافر وتتعلم وتقوم بالمكان مره تانية. قدرنا نحل اغلب المشاكل اللي كانت بتواجهنا، وصلنا لافكار جديده للمشاريع، وقدرنا نبني مشاريع جديده، وكمان طلعنا افكارنا القديمه وبدانا نطور منها ونحل بيها مشاكل موجوده في مجتمعنا. قدرنا نبني فريق قوي قدر يعمل ايفنت كبير جدا جوه الجامعه رجعنا بيه اسمنا مره تانية. قدرنا نفهم اكتر عن الماركتنج ونحل مشكله السوشيال ميديا اللي كانت بتواجهنا، بالاضافه لأننا قدرنا نحل جزء كبير جدا من مشكلة الفلوس اللي كانت بتواجهنا، اللي من خلالها قدرنا نحقق إنجازات كتيرة طول السنة. في الخلاصة قدرنا نبني سنة خلت كل الناس تنبهر بإن إزاي شباب صغير في السن ده قدر يخلق إنجازات عظيمة بالشكل ده. وجودي في إناكتس خلال السنين اللي فاتت قدر يساعدني أتنقل من مرحلة التوهان مرحلة الفهم والإدراك، قدر يختصر عليا طرق كتير جدا كنت لسه همشي فيها بعد التخرج. قدرت أملى السي في بتاعي من خلال الترينينجز اللي حضرتها ومن خلال المشاريع اللي اشتغلنا عليها خلال السنين اللي فاتت. بقى عندي عدد ساعات تقدر تتسجل في السي في، كمان قدرت اكسر حاجز الانترفيو واني اقدر اقدم لاكتر من شركه ولاكتر من مكان على الرغم اني مجرد طالبه في الجامعه. بقى ليا دايره علاقات كبيره وواسعه في مختلف الاتجاهات، بقى عندي وسايط بشغلي ومن شغلي. اكبر حاجز قدرت اكسره خلال السنين اللي فاتت هو احساس بالفشل، الفشل في الدراسه، الفشل في الشغل، الفشل في الحياه والتعامل مع الناس بمختلف طباعهم، أو الفشل في أي كان الاتجاه. أصبحت مدركة جدا إن مهما كانت المشكلة فهي دايما ليها حل، علشان دايما في فرصة، في مخرج، في أمل، وإن لحظة واحدة ممكن تكون أطول من عمر بحال.